السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا هتكلم معاكم عن كورس 3D للدعاية والإعلان. تعالوا نعرف الكورس ده بيتكلم عن إيه، إيه هو التارجت بتاعه، إيه اللي أنا هستفاده لما أخد الكورس ده. أول حاجة محتوى الكورس. محتوى الكورس زي انتوا ما شايفين هما الثمان بوسترات دول. عندي كل بوستر ليه فكرة مختلفة عن التانية، ليه شكل مختلف عن التاني اختلاف تام. هنا مثلا كلمة الفان جيمز فيها كلمة فان وجيمز ومودلز هي اللي بتكون الشكل ده. عندي كلمة مثلا توني، ده مثلا فكرة مختلفة تماما، تنفع جدا لإعلان عن اكسسوار معين او حاجة ليها علاقة بالبيوتي او محل اكسسوارات او كوفير او بيوتي سنتر وما الى ذلك، بالمود الاضاءة ده الجميل ده. عندي مثلا مثلا حاجة زي كده، الميكس ده حلو قوي، مناسب جدا ل ممكن حاجة ليها علاقة بالميوزك. زي انتم شايفين كله تكست، بس التكست نفسه ظاهر بشكل مختلف عن التاني. يعني هنا التكست ده هنا ينفع جدا لإعلان عن محل شوكولاتة أو منتج فيه شوكولاتة، دي حاجة. طبعا غير إن هي كمان أفكار مختلفة، هنلاحظ إن المود ده هو مود التايبوغرافي أو 3D تايبوغرافي، اللي هو التكست بس مكتوب بشكل معين بحيث إن هو يرمز لفكرة معينة. دي مثلا كلمة بايب، طبعا زي انتم شايفين هو فعلا فيها البايب، وعلى فكرة احنا ممكن نكتبها لايك بس بدل بي تبقى ال. في كلمة اللي هو يامي برضو شكلها مختلف تماما، بحيث ان كل حرف موديل لوحده، يعني ده موديل وده موديل وده موديل. فالكورس ده بصراحة جميل، فيه كل بوستر ليه فكرة مختلفة عن التانية. غير كده كمان ان كل كورس مختلف عن التاني او كل بوستر مختلف عن التاني. هنا في تيكتشرز كتيرة جدا، هنتعلم مع بعض كل التيكتشرز دي وازاي نطلع الاضاءة مثلا بشكل حلو قوي زي كده، ازاي تبقى منورة كل الشوط بالشكل الجميل ده. هنا مثلا ده كده بالنسبة لمحتوى الكورس. طيب ايه هي البرامج اللي هنستخدمها؟ طبعا عندي هنا برنامج السينما 4D، وهستخدم هنا برنامج السينما 4D علشان اعمل كرييشن لكل موديل. هنا عندي هعمل كرييشن للواي، هنا مثلا المج ده او الكوب ده، للام والام التانية والايس كريم. فهستخدم البرنامج ده عشان اعمل كل موديل على حدة. طيب بالنسبة بقى للتكتشرنج واللايتنج، انا هستخدم اي نوع من الريندر انشنز؟ انا هستخدم الكورونا. ليه الكورونا تحديدا؟ اولا سريع جدا، ثانيا في اوبشنز حلوة، ثالثا سهل قوي. يعني عملنا كورونا نيو ماتريال، هنلاقي ان هي الاوبشنز بتاعتها او تشانلز بتاعتها قريبة جدا من الديفولت بتاعت البرنامج، وسهلة جدا في ان انا اتعلمها. وهنا برضو كذلك الاوبشنز بتاعتها سهل جدا ان احنا سهل جدا في ان انتوا تتعلموها. ده كده بالنسبه للبرامج، بالاضافه طبعا للافتر افكتس، وده خاص بالكومبوستنج، وده علشان اضيف مثلا بعض التاثيرات زي حاجه زي فيها الجلو او فليرز، او حتى ان انا اضبط الاضاءه عن اضبط الاضاءه اكتر من كده، بحيث ان هي طالعة من سينما بشكل معين، احاول ان انا اعمل كونتراست فيها او برايتنس او اضبط المود كله يديني شكل حلو. طيب ازاي بقى انا هقدر استفيد من الكورس؟ ايه هي التخصصات المطلوبة؟ طبعا ده السؤال الكل تقريبا بيسأله. مبدئيا تستفيدوا منه كتير جدا 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 في شغل الدعاية والإعلام، شغل السوشيال ميديا. لو انت مطلوب منك مثلا ان انت تعمل
بوستر لمنتج معين او اعلان عن اي حاجة whatever ايه هي، او اعلان عن المكان اللي انت شغال فيه وحابب ان انت تكون more creative، ان انت تعمل حاجات شكلها احلى، تطلع منتج شكله افضل. فلازم تدخل عنصر 3D في شغلك علشان تقدر فعلا تطلع شغل فيه ابتكار، تبقى شغل جميل جدا. احنا قلنا الشغل ده اللي هو المود ده اسمه 3D typography، او هو فعلا داخل فيه typography. فهنلاحظ ان الكلام بيبقى فيه تكست بس مكتوب بشكل معين بشكل الموديل، زي مثلا عندي مثلا كلمة fresh air، fresh sorry orange، هي كلها تكست بس التكست مكتوب على ايه، كأن دي مثلا orange، فده مناسب جدا ل حاجة فيها اورانج او عصير او حاجة ساعة وكذا، ايس كريم مثلا. عندي هنا حاجات كتير قوي 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 تايبوغرافي شكلها حلو، مثلا رقم 4 جميل جدا جدا. طبعا من الحاجات اللي هي تنفع جدا كانسبيريشن بينترست والبيهانس، في هنا حاجات بصراحة حلوة قوي 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 مميزة جدا، مثلا رقم 1 ده جميل جدا. هتلاحظوا ان كل حرف او كل كلمة مكتوبة مثلا بشكل معين، بحس ان هي ايه توصل فكرة معينة، هو ده المطلوب. طبعا انت لما تكتسب معلومات مختلفة ده هيديلك افكار حلوة قوي قوي، ده فعلا هيديلك افكار كتيرة جدا. سوب جميلة قوي بصراحة. بس دي من أعماق. في كمان كريس بصراحة عنده هنا نماذج حلوة قوي، يعني لو دخلنا على يامي اللي احنا هنعمل بوستر بتاعه ان شاء الله، هنلاحظ شايفين دي النماذج المختلفة اللي هو عاملها، افكار بصراحة تحفة قوي، ينفع ان انت تستخدمها او تستغلها حلو قوي قوي قوي. فزي ما قلت لكم مناسب جدا شغل ادعاي واعلان او سوشيال ميديا. هتستفيد منه كمان في شغل سكالبتينج اللي هو شغل النحت. شايفين هنا مثلا الكلمه دي كلها منحوته، تمام، يعني كل الاجزاء دي هو شغل النحت. هتعرف تستخدم التولز بتاعتها كويس، هتستخدم الموجراف كويس جدا، هتستخدم كمان الفوليومز حلو قوي، غير ان احنا نستخدم R20، هو فيه بصراحة فيتشرز حلو قوي. غير ده كله تعالوا كده نشوف ايه المراحل اللي انا بس بعملها علشان اطلع بوستر زي ده بشكل سريع. زي انتوا شايفين جبت عملنا حرف السي، عملنا له كرييشن، بعد كده هنا استخدمنا الفوليومز، بدأنا بعد كده نستخدم سكالبتينج زي انتم شايفين اللي هو ادانا الاشكال دي او شكل النحت او شكل اللي هو ايه اللي تحسوا انه الحرف نفسه في انحناءات كده معينة، ده نعمله بالتولز بتاعت السكالبتينج عشان تدينا الشكل المميز ده ويكون شكلها مور رياليزم، بحيث ان هي تدي طابع فعلا الشوكولاته. بدانا بعد كده نحط الماتيريالز والاضاءات. طبعا ده كله هيتعمل برده في باقي الحروف، كل حرف ليه برده شكل ايه مختلف. بعد كده بعد ما خلصنا كل الحروف دي، في بعد كده المرحله الاخيره اللي هو بقى مرحله الاضاءه. هنا بدأنا نظبط الإضاءة زي ما قلت لكم على الكورونا، هنا بنقدر نتحكم في كل إضاءة على حدة، لو أنا عندي أكتر من إضاءة بزود أقلل لحد ما أوصل للشكل اللي أنا عاوزاه. وفي الآخر بستخدم أفتر إفكت علشان أضيف بعض العناصر زي أشكال بتاعة الشوكولاتة، جبت أنواع مختلفة منها وحطيتهم بالشكل ده، وضفت في الآخر بعض إفكتس بسيطة على الشوط النهائي او البوستر النهائي
قدامي في الاخر الشكل اللي انتوا شايفينه فعلا تحفة. ده في حاجة كمان، لو انت لسه بتتعلم سينما 4D كجنرال، فانت برضو تقدر تستفيد جدا 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 من كورس زي ده، تقدر تتعلم التكنيكات المختلفة ده مختلفة دي. ليه؟ ان انت تعرف تتعلم، هتقدر تتعلم موديلنج كويس جدا، هتقدر تتعلم سكالبتينج كويس جدا، تيكت شارينج، لايتنج، ف هتتعلم كل المراحل دي بشكل حلو. طيب ده بالنسبة ل انا هستفيد من الكورس ازاي بعد كده. طب انا محتاج اكون عارف ايه علشان ابدا في الكورس؟ هل محتاج يكون عندي خلفيه؟ محتاج بس تكون عندك اساسيات سينما 4D، ودي موجوده عندي فري على اليوتيوب في انترودكشن تو سينما 4D، انا منزلها في الديسكريبشن او في اول كومنت ان شاء الله. تمام. بعد كده اقدر بقى اشتغل في بحاجه زي دي مثلا، انا فين؟ في اي حاجه يعني، في اي مكان تقدر تشتغل بيه، في اي مكان في سوشيال ميديا، سواء مكتب دعايه واعلان او شركات او حتى كفريلانسنج. الشغل ده برضو بيطلب كفريلانسنج كتير جدا جدا جدا. لو انت ارت دايركتور برضو تقدر ان انت تبقى تكون برضو عندك كريتيف ان انت تبدا في حاجه زي كده. بخصوص موعد بدء الكورس، فهو هيكون اونلاين وهيكون برضو اوفلاين. لو اونلاين هيكون يوم 11/11 قادم ان شاء الله، اوفلاين هيبقى 15/11. اوفلاين هيكون في القاهرة. اي تفاصيل تخص ازاي طريقة الدفع، طريقة الدفع هتكون ازاي، ممكن تتواصلوا معايا على نود زون ان شاء الله، قناة نود زون بيج بتاعت نزول. وسعر الكورس هو 2000 جنيه، وده اخره يوم 11/11. بعد 11/11 هيرجع لسعر الاصل اللي هو 4000 جنيه. ده بالنسبة للاونلاين. اوفلاين بقى الحجز بتاعه هو اخره الاسبوع ده. كورس الدعاية والاعلان هو مش مجرد كورس انت هتاخده وتطبقه وخلاص على كده. انت ممكن تستفيد منه حتى لو انت شغال في الموشن جرافيكس، على الاقل هيديك افكار حلوة قوي قوي قوي، تقدر تاخد المعلومات دي تبدع انت بنفسك، تطلع حاجات تانية مختلفة. الحاجات دي انت بعد كده تحركها، فمفيد لاي حد سواء كان شغال في التخصص ده اللي هو الدعايه او مش شغال حتى في التخصص ده. اتمنى اكون افدتكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.